هي عناوين الصحية لليوم. كوستاريكا أول دولة تلزم بتلقيح الأطفال ضد كورونا، وفي الأسبوع العالمي للتلاسيميا مرضى اليمن يصارعون الموت لفقدان العلاج بسبب الحصار. تحضير مونة الشتاء، كيف نضمن سلامة الغذاء في ظل التحديات المعيشية والاقتصادية؟ وفي الصحية أيضاً، ازدهار في الزراعات العضوية شمال أفريقيا مع تزايد الإقبال على المنتجات الآمنة. أعلنت وزارة الصحة في كوستاريكا بدء عمليات التلقيح الإجباري ضد فيروس كورونا للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عاما. الوزارة أكدت أن القرار اتخذ وفقا لمبدأ المصلحة العليا للأطفال والمراهقين، ووقعت كوستاريكا صفقة مع شركة فايزر للحصول على كميات من اللقاح لبدء تلقيح جميع الأطفال دون سن 12 اعتبارا من مارس المقبل، وبهذا تكون كوستاريكا الدولة الأولى في العالم التي ستلزم الأطفال بالتلقيح ضد فيروس كورونا. تقود الحكومة البريطانية حملة للتقليل من إمكان انتشار عدوى فيروس كورونا، ولا سيما مع اقتراب حلول فصل الشتاء. صحيفة الجارديان البريطانية ذكرت أن الحكومة بدأت تحض السكان على فتح نوافذ منازلهم لمدة 10 دقائق كل ساعة في محاولة لقطع حلقة انتشار الفيروس. ويدعم الأطباء والعلماء حملة تمولها الحكومة عبر جميع المنصات الإعلامية لتشجيع الناس على تهوئة منازلهم، الأمر الذي يسهم في تفرق جزئيات الفيروس في الهواء. ضاعفت الحرب على اليمن من معاناة مرضى التلاسيميا من جراء النقص الحاد في الأدوية ونفاذ إمدادات الدم في المراكز الخاصة بالمرضى. وفي الأسبوع العالمي لمرضى التلاسيميا، قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في تقرير لها، قدرت وجود نحو 50 ألف حالة مصابة بمرض التلاسيميا في اليمن على الأقل. المنظمة قالت إن علاج مرضى التلاسيميا بات معجزة في اليمن الذي يكافح من أجل تلبية الاحتياجات الصحية في ظل الحصار المستمر عليه منذ سنوات. والآن إلى ملفنا الطبي. المونة أو تخزين الأغذية لفصل الشتاء هو تقليد عريق في بلدان العالم العربي، ولا سيما في بلاد الشام. فمنذ الصيف تبدأ الاستعدادات في سوريا مثلا للفاكهة المجففة والمربيات ومشتقات الألبان والزيتون، وإن فرضت الأزمة الاقتصادية نفسها على واقع الحال. هذا التقرير لمحمد الخضر. حفظ الأطعمة في مواسمها لضمان حضورها في الشتاء، أو المونة بحسب التسمية الشعبية، تقليد عريق لدى العائلات السورية. يمون السوريون الخضار المختلفة كالبازلاء والباذنجان، ويمونون أيضا أصنافا من الفاكهة ضمن صناعة المربيات التي غالبا ما تكون في فصل الصيف، فضلا عن المخللات وأنواع الزيتون والأجبان. تقليد حافظ على حضوره بالرغم من الضائقة الاقتصادية. طول عمرك تمون أول الناس، لحديت هلا ما طلع بيدي مون لا مقدوس ولا زيتون، شي غالي. أدي أقل الحدود، يعني بحيث أنك ترضي العيلة. يعني أنا مبدئيا السنة الماضية 60 كيلو زيتون، هلأ أنا 10 كيلو أخذت، عرفت علي؟ وأخذته من كتر النق. هلأ صار كل شيء صار مثل، يعني اللي كان يأخذ مثلا 50 كيلو صار يأخذ 20 كيلو. تحافظ العائلات على اختلاف قدراتها على المونة ولو بكمية محدودة. نوال سيدة سورية تحافظ على تقليد المونة سنوية، الهدف حفظ كمية من الأغذية تكفي عائلتها في الشتاء بمعايير صحية أفضل من طرق التعليب والتغليف في الأسواق.
عمل احترفته وباتت تبيع بعض المونة إلى أقارب وجيران. طبعا كل شيء أنا بشتغله بالبيت لا يقارن عن شغل السوق، بضيف فيه ما بضيف فيه مواد حافظة، بحافظ على عائلة أولادي، على عائلة البيت، على أجسامنا، صحتنا تكون منيحة وأمورنا تمام. تأخذ المونة أشكالا أخرى كحفظ البقول والحبوب وزيت الزيتون والسمن، وترتبط عادة بأهداف اقتصادية وكنوع من الأمن الغذائي على مستوى العائلة الواحدة. محمد الخضر، دمشق، الميادين. ومن دمشق تنضم إلينا الإخصائية في مراقبة الأغذية السيدة آلاء الشيخ. نرحب بك سيدة آلاء عبر شاشة الميادين. أهلا وسهلا فيك وبمتابعين قناة الميادين. شكرا لحضرتك سيدة آلاء. في البداية موضوعنا اليوم المونة المنزلية، ونعرف عنها أكثر، وكما عرفها الزميل محمد الخضر هي المنتجات الغذائية المصنعة منزليا في مواسمها للاستعمال من موسم إلى آخر، خصوصا في فصل الشتاء. الكثير يهتم بالمونة المنزلية، يفضل المونة المنزلية أو المنتجات المصنعة منزليا على المنتجات الأخرى في الأسواق والمحلات التجارية، وبالتالي من هنا نطرح السؤال ونبدأ بالنقاش حول أهمية أو القيم الغذائية الموجودة داخل المنتجات المصنعة منزليا. طبعا مثل ما تفضلت وذكرت بالتقرير، فالمونة هي عبارة عن مجموعة الأغذية اللي نحن من ندخرها بمواسمها لعدة أسباب. أولا عدم توفرها بمواسم أو بأوقات أخرى، والسبب الأهم والحالي هو عبارة عن التكلفة الاقتصادية العالية إن توفرت بغير مواسمها. أضف إلى ذلك هو مجموعة الأمور الأخرى المتعلقة بالمضافات الغذائية اللي ممكن تكون موجودة بهي الأغذية إن وجدت في الأسواق على شكل معلبات، مثل المواد الحافظة، الملونات، المنكهات وما إلى هنالك، وهي الأمور كلياتها ممكن تأثر على جودة الغذاء. فلذلك مثل ما تفضلتوا المواطنين ببلاد الشام بشكل خاص بيلجأوا لموضوع المونة لإدراكهم لأهمية أنه المونة المنزلية دائما هي الأأمن والأسلم وتحفظ القيمة الغذائية من فيتامينات ومعادن وغيرها موجودة في هذه المونة. طبعا المونة بتشمل مجموعة كبيرة من الأغذية، منها البقول، منها الخضار والفواكه والزيوت، الزيتون وما إلى هنالك. طبعا والشيء المهم أنه أصبح موضوع المونة كتراث عم تتناقله الأجيال، وخاصة أنه ربات المنزل الحديث وبالرغم من توفر هي المواد كلها بالأسواق المحلية، إلا أن الجميع لا زال يلجأ لهي العادة أو هذا التراث اللي هو المونة. طبعا لحافظ على هي المونة أو هي الأغذية المحفوظة، كان سابقا ضمن نظام البيوت العربية الموجودة يعملوا شيء طبعا ما أنا من لا شيء، كانوا يعملوا غرفة وكان اسمها ومتداول لحتى الآن هو بيت المونة، يمكن هلأ غرفة المونة أو بيت المونة. طبعا تغير هذا التعبير هلأ نتيجة خلينا نقول النظام البناء الحديث وضيق المساحات. طبعا غرفة المونة كانت إلى مجموعة من الشروط والمعايير، أهمها أنه كانت لازم تكون بعيدة عن الرطوبة، تكون مكان جاف بارد نسبيا، والشيء الأهم كمان أنه تكون بعيدة عن الضوء وأشعة الشمس، خصوصا للزيوت، مثل ما بنعرف كل هي العوامل هي أكيد هي العوامل مسببات رئيسية لفساد المونة. مثل ما تفضلت الزيوت ممكن نتيجة تعرضها للضوء أو للهواء ممكن يؤدي هذا الشيء لتزنخ الزيت أو تأكسده وإطلاق الجذور الحرة وبالتالي فساد الزيت. أما وهنا الخطورة، عفوا سيدة آلاء، هنا الخطورة حين تتأكسد هذه المواد، ومن هنا نسأل ربما حضرتك ذكرتي طريقة كان يستعملونها في ما سبق، طبيعة هندسة البيوت كانت تسمح لهم بأن يكون هناك بيت مونة أو غرفة خاصة بهذه المنتجات المنزلية لحفظها وعدم فسادها وكسادها. لكن السؤال اليوم في البناء الذي نراه، كيف من الممكن الحفاظ على هذه المواد من بالفعل من موسم إلى آخر؟ نحن نتحدث عن شهور طويلة وربما سنة بكاملها، يعني مثلا الزيتون من موسم إلى موسم سنة 12 شهر بالكامل، الزيوت كذلك، بعض المواد الأخرى المنتجات المنزلية الأخرى أيضا كذلك، كيف من الممكن الحفاظ عليها سنة كاملة أو فترة طويلة؟
طبعا الشيء المهم اول شيء انه نحن ان نوجد المكان المناسب، وبنلاحظ انه هلا بالبيوت الحديثه اغلب الناس بتمون، خلينا نقول على السقيفه يلي هي بتغطي هي الشروط كلياتها. بس الشيء الاهم لنحفظ هي المونه هي طريقه تخزين هي المونه، بحيث عندنا نحن مجموعه من الطرق التقليديه اللي بتستخدمها ربات المنازل، من التعليب، التعليب بانه نحن نجيب اوعيه معقمه، يفضل انه تكون دائما زجاجيه، ونبعد عن الهواء طبعا ونغلقها باحكام بحيث انه يمنع يصير في تسرب للهواء الى داخل هاي الاواني. الطريقه الثانيه واللي كان اغلب طبعا قبل المشاكل بالكهرباء كان بلش يلجأ البعض للتجميد. طبعا التجميد نحن بالمصطلح العلمي هو عبارة عن تحويل الماء إلى جليد، وبالتالي خفض درجة الحرارة، وأغلب البكتيريا والجراثيم تحتاج إلى درجة حرارة متوسطة إلى عالية لحتى تتنشط، وبالتالي نحن عم نحرمها من درجة الحرارة، يعني عم نحرمها من البيئة المناسبة للنمو والتكاثر. فهي كانت خطوة كثير مهمة لنحن نحفظ المواد، ولكن كمان ضيق الثلاجة أو ضيق الفريزر كمان راح يحدد من الكمية اللي ممكن نحن نخزنها. الشيء المهم واللي الكل بيلجأ له هي طريقة التخليل، هي عبارة عن حفظ المواد الغذائية ضمن محلول ملحي، بإني أنا أجري تفاعل خمائري ضمن محلول ملحي مثل ما حكينا، أو ضمن محلول من حمض الخل، وهذا بنشوفه بالزيتون بأنه نحن نستخدم المي والملح بتركيز محدد لنضمن عدم فساده سواء من الليونة أو من القساوة، أو بإضافة حمض اللاكتيك أو حمض الخل لنصنع المخللات. طبعا هي كمان جزء لا يتجزأ من المونة، بيعطيها طبعا هذا الحمض قوام مناسب ولون وطعم مناسبين. أضف إلى ذلك من الطرق الثانية هي طريقة التجفيف اللي كمان بيلجأوا لربات المنزل لدبس، لتحضير دبس البندورة، وهو تعريض المادة الغذائية لأشعة الشمس أو لتيار هوائي خفيف، بحيث أنه هي تفقد الجزء الأكبر من الماء الموجود فيها. طبعا بنعرف أنه وبعض الفواكه أيضا إضافة إلى المناسبة، أيضا الفواكه والفليفلة المستخدمة في تحضير المكدوس، كل هذه المواد يتم خزنها أو تحضيرها من خلال آلية هي عبارة عن التجفيف. أما القسم من أيضا من المونة هي المربيات، يتم حفظها ضمن محلول سكري أو ضمن السكر، واللي ذكرت هلأ بالتقرير أنه نحن بالمنزل ما بنضيف مواد حافظة. مواد حافظة بالفعل كنا سنسأل عن هذا الموضوع، بين مواد حافظة طبيعية مواد حافظة صناعية. نعم. تماما، المواد الحافظة الطبيعية هي اللي عم نضيفها نحن لتحافظ من سواء كانت ملح أو سكر. يعني نستطيع أن نقول بأن المواد الحافظة التي نستطيع استخدامها منزليا هي الملح والسكر، إضافة إلى التجفيف، يعني سحب الماء من المادة بالكامل أو التجميد، أليس كذلك؟ وهذه هي الطرق المنزلية لحفظ المونة. لكن تماماً. الأواني حضرتك ذكرتي بضرورة يعني استخدام الطرق. نعم، استخدام الأواني الزجاجية، لكن ماذا طبعاً عن الأواني البلاستيكية؟ واستمعنا إلى التقرير، البعض يذهب إلى الأوفر بالنسبة إلى الحالة الاقتصادية. ماذا عن الأواني البلاستيكية في حال كانت هي طريقة الاستعمال أو طريقة التخزين؟ كيف من الممكن تخزينها في أواني بلاستيكية من الممكن أن لا تتضرر بشكل كبير؟ طبعا مثل ما يعني بالوضع الحالي بنلاحظ انتشار للاواني البلاستيكيه بشكل كثير كبير لعده اسباب، هي خفه وزنها ورخص ثمنها وما الى هنالك، ولكن الضرر ممكن يحدث. طبعا البلاستيك له انواع، بنلاحظ انه دائما باسفل العبوه البلاستيكيه مدون رقم للبلاستيك، ممكن انه يكون هو صالح للاستخدام لمره واحده، ممكن اللي بيحمل رقم 5 يكون صالح للاستخدام المتكرر، ولكن بشكل عام
غير ضرر، لا يوجد ضرر إذا كانت هذه المواد الغذائية لا تحوي على حموض أو لا تحوي على بيئة رطبة، أو ممكن أنه يكون الضرر أخف. ولكن إذا نحن لجأنا مثلا تحضير وصناعة المخللات اللي هي بتحوي نسبة عالية من الملح والحموض لوضعها في أواني بلاستيكية ولفترات طويلة، طبعا مثل ما ذكرنا أنه الأضرار رح تكون مرتبطة بنوع المادة المصنوعة منه هذا البلاستيك. مثلا عندنا من أهم المواد الشائعة بصناعة المواد البلاستيكية عن البوليفينيل كلورايد، طبعا الاستخدام الطويل وتماسه الطويل مع هذه الحموض ومع هذه الأملاح سوف يؤدي بالنهاية إلى تحرر هذه المواد وتسربها إلى المادة الغذائية وبالتالي وصلها إلى جسم الإنسان. أهم الأضرار اللي ممكن تسببها مادة البوليفينيل كلورايد هي ممكن أنه تسبب عنا تشوهات خلقية، ممكن تؤدي إلى أضرار في الكبد وأضرار أخرى على الغدد الصماء. مادة أخرى تصنع منها البلاستيك وهي مادة الفتالات، أيضا هي مادة ذات سمية على التماس في حال التماس الطويل الأمد ما بين هذه الأملاح وهذه الأحماض والفتالات، مما يؤدي أيضا إلى تسربها. وتتميز الفتالات بضرر رئيسي وهو تأثيرها على الخصوبة، أضف إلى مشاكل أخرى مرتبطة بالمناعة وممكن أن تحدث أن تكون مؤهب طيب. لحدوث الداء السكري من النمط الثاني. طيب سيدة آلاء، لكن هناك أيضا رواج الأخيرة تفضلي عفوا. يوجد مادة أخرى وهي مادة سامة سحبت معظم الأوعية البلاستيكية الحاوية عليها وهي البيسفينول A، أيضا هي تسبب أمور غير صحية وأهمها أيضا ضعف المناعة. طيب أيضا إضافة إلى يعني الأواني البلاستيكية، هناك رواج للأكياس البلاستيكية أيضا لحفظها خصوصا في الثلاجة للتجميد، أيضا عن هذه المواد وربما يعني في التجميد هل يقل الضرر أكثر من يعني الحرارة المرتفعة لهذه الأواني؟ طبعا الحرارة المرتفعة ممكن هي أنه تساهم بالتحرر الأسرع لهذه المواد الخطيرة، ولكن هذه المواد الكيميائية سواء كانت موجودة في الأواني البلاستيكية أو في الأكياس النايلون التي تستخدم في التفريز فهي لا تقل خطورة، وخاصة أنه خلال تموين بعض المواد الغذائية مثل البازيلا هناك بعض الأمور التي يجب إدراكها وهي عدم تعبئة المادة الغذائية مثل البازيلا والفول وهي بدرجة حرارة مرتفعة، وخاصة أن ربات المنازل يلجأنا لما يسمى بعملية السلق أو التفوير قبل وضعها في المجمدة أو في الفريزر، والهدف طبعا من هي ووضعها في الأكياس البلاستيكية. طبعا تقوم ربات المنزل بهذه العملية لكبح الأنزيمات التي كبح عمل الأنزيمات التي ستؤثر لاحقا على لون المنتج الغذائي، وبالتالي يلجأ البعض لتعبئة هذه المواد وهي بدرجة حرارة عالية مباشرة في هذه الأكياس، مما يؤدي أيضا إلى تحرر هذه المواد. طيب كيف نعرف سيدة آلاء بأن هذه المنتجات فسدت، وماذا عن المادة التي تظهر خصوصا في المخللات، المادة البيضاء التي تظهر تطفو على سطح الأواني المخزن فيها هذه المخللات، يعني أبرز شيء أو الزيتون مثلا؟ تماما، ممكن هذه المادة البيضاء أن تعزى إلى عدة عوامل، وعليه يمكن نحن أنه نتجنب أو نقيم صلاحية هذا المنتج الغذائي. فمثلا هناك مادة بيضاء تدعى مايكروديرما، هي عبارة عن طبقة بيضاء تنتج من جراثيم، طبعا موجودة هي بالفلورا أو بكتيريا موجودة في الفلورا المعوية بشكل طبيعي. هذه المادة تعتبر غير ضارة، يمكن إزالتها بملعقة ومتابعة تناول هذا المنتج الغذائي. طبعا تتشكل هذه الطبقة بشكل رئيسي نتيجة التعرض للهواء، نعم سيدة، أو فتح غطاء العبوة بشكل متكرر. طبعا نحن بنقيم عدة أمور أيضا إلى جانب حتى نحكم إذا كانت هذه الطبقة هي طبقة ضارة أم غير ضارة، منها رائحة المادة الغذائية، إذا لم يؤثر وجود هذه الطبقة على الرائحة فنتوجه إلى أنها غير ضارة، بالإضافة إلى عدم تغير لون المخلل أو المنتج الغذائي.
ودرجة البي اتش أو درجة الحموضة. أما هناك بعض الخمائر أو البكتيريا ممكن أن تكون مثلا من عائلة الباسيلوس، يمكن أن تؤدي إلى ظهور طبقة بيضاء مائلة إلى الرمادي، ولكن هذه الطبقة تعتبر غير جيدة ومضرة بالصحة. طبعا تتميز بظهور رائحة كريهة عند فتح العبوة التي تحضن هذه المادة الغذائية. هنا يجب أي التفريق ما بين هذين النوعين. وربما هذا موضوع واسع ومتشعب وأيضا يطول فيه الحديث. السيدة آلاء الشيخ أخصائية مراقبة الأغذية، حدثنا من العاصمة السورية دمشق، شكرا جزيلا لحضرتك. والآن إلى ملفنا البيئي. يبدو أن التغير المناخي المتسارع لن يترك صغيرة أو كبيرة على وجه هذه البسيطة إلا ويلقي بآثاره عليها. ففي السويد مثلا يعكف العلماء حاليا على دراسة تأثير احترار الكرة الأرضية على الطيور المهاجرة الآتية من أفريقيا. ويخشى العلماء من أن تأثير ارتفاع حرارة الأرض على موسم الزراعة قد يقف وراء تغير نمط هجرة الطيور من أفريقيا إلى أوروبا، على خلاف ما كانت عليه الحال قبل 3 عقود. المستقبل هو للزراعة العضوية، هذا ما يقوله المزارعون في دول عديدة شمال أفريقيا تشهد مؤخرا ازدهارا في مجال الزراعة العضوية. المزارعة سارة شيلي والتي تدير مزرعة بالقرب من العاصمة تونس تقول إن أرباحها ارتفعت 5 مرات بفضل الطلب المتزايد على الزراعات العضوية لتصل إلى 100,000 يورو في العام 2020. وتصدر تونس نحو 60 صنفا من المنتجات الزراعية العضوية إلى الخارج، على رأسها زيت الزيتون إلى جانب التمور والخضر والفاكهة أيضا. وبزيتون تونس ننهي هذه الصحية، إلى اللقاء.